إيلون ماسك الداعم الأكبر لدونالد ترامب يتلقى صفعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأخير يقول أنه بدأ عمله في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. والوجه العميق تقنية من أوبن أي آي تستخدم المسح الضوئي للعيون لكشف التزييف العميق عبر الذكاء الاصطناعي. منصات رقمية من تلفزيون دبي، أنا أديل طعمي، سأنقل لكم يوميا كل ما هو جديد في عالم الفضاء الرقمي. أهلا بكم. قبل أيام قليلة من الانتخابات الأمريكية المرتقبة، الرئيس جو بايدن ينتقد الملياردير إيلون ماسك الذي بات أحد أبرز داعمي الحزب الجمهوري ونائبا في حملة دونالد ترامب، وسبب مواقفه المتشددة حول الهجرة. وقال بايدن في حدث انتخابي لدعم الديمقراطيين أقيم في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا إن ماسك بدأ حياته المهنية الطويلة في الولايات المتحدة كعامل غير قانوني قبل أن يصبح أغنى رجل في العالم. وأضاف بايدن كان من المفترض أن يكون في الجامعة عندما جاء بتأشيرة طالب، إلا أنه لم يكن هناك بل انتهك القانون، وهو الآن يتحدث عن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلينا. وتأتي تصريحات بايدن في أعقاب تقرير لصحيفة واشنطن بوست مدعوما بوثائق قانونية ومراسلات تكشف أن ماسك عمل بالفعل في الولايات المتحدة عام 1996 قبل حصوله على تأشيرة عمل رسمية. وكان ماسك المولود في جنوب أفريقيا قد وصل إلى كاليفورنيا في عام 1995 بهدف الانضمام إلى برنامج الدراسات العليا بجامعة ستانفورد، لكنه لم يلتحق بالدورات بل أطلق شركته الناشئة برفقة شقيقه. في المقابل نفى ماسك عبر منشور في أكس مزاعم عمله بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة خلال فترة شبابه قائلا: لقد تم السماح لي بالعمل في الولايات المتحدة. وتابع ساخرا: الدمية بايدن تكذب. وأوضح في منشور آخر أنه كان يحمل تأشيرة من نوع J1 الخاصة بالطلاب، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى تأشيرة H1B وهي تأشيرة عمل مؤقتة. إلا أن ماسك لم يذكر متى انتقلت تأشيرة الطالب التي كان يحملها إلى تأشيرة العمل المؤقتة. دعم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمرشح الرئاسي دونالد ترامب أصبح أمرا واقعا، دعم أثار العديد من التساؤلات وفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا السخاء المفرط لرفع كفة الجمهوريين في البلاد ودفع ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. هي بالفعل أموال طائلة تم إنفاقها هذا العام من قبل صاحب شركة تسلا تقدر بأكثر من 130 مليون دولار، حيث تبرع ماسك بما مجموعه 119 مليون دولار لصالح أمريكا باك، وهي لجنة عمل سياسية أنشأها الملياردير الأمريكي بدعم من عدد من رجال الأعمال البارزين في مجال التكنولوجيا لدعم حملة ترامب الرئاسية. وحصلت اللجنة من ماسك على مبلغ 44 مليون دولار في بداية أكتوبر و75 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، إلى جانب تبرعه بمليون دولار يوميا للناخبين. هذه العلاقة الوطيدة بين ماسك وترامب فتحت المجال أمام العديد من التكهنات حول عمق المصالح المشتركة بينهما سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. فتصريحات ماسك الأخيرة حول إمكانية خفض الإنفاق بحوالي تريليوني دولار على الأقل من الميزانية الفيدرالية تعزز التحليلات التي تشير إلى أن ماسك يراهن على فوز ترامب في السباق الرئاسي تحقيقا لأهدافه الخفية، مما يساهم في تعزيز إمبراطورية رئيس تسلا وسبيس أكس وإكس. زيارة الفضاء لم تعد حلما بعيدا أو فكرة خيالية، بل تقترب لتصبح وجهة للمسافرين الباحثين عن تجارب استثنائية ومغامرة متاحة للجميع. هذا ما أعلنت عنه شركة دي بلو أير سبيس الصينية، التي تخطط لإطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء دون المداري بحلول عام 2027، في خطوة جريئة تعكس القفزات الهائلة في عالم السياحة الفضائية. وتعرف الرحلة الفضائية دون المدارية بأنها رحلة تصل فيها المركبة الفضائية إلى الفضاء الخارجي، لكنها لا تكمل دورة مدارية واحدة حول الأرض. بدلا من ذلك تتقاطع مع الغلاف الجوي وتعود إلى الأرض بعد فترة قصيرة من انعدام الوزن.
تقدم هذه الرحلات للركاب تجربة فريدة، حيث يمكنهم رؤية الأرض من الفضاء والاستمتاع بظروف انعدام الوزن لفترة قصيرة. أما عن تكلفة هذه المغامرة الفضائية الفريدة فهي تقدر $210,000، مبلغ ليس بالقليل، لكنه يفتح أمام المسافرين أبواب الكون ومشاهدة مناظر طبيعية أخاذة تفوق الخيال، مع تجربة انعدام الوزن التي لا تنسى. وصفت الشركة هذه الرحلة بالتجربة الشاملة، فهي ليست مجرد رحلة عادية بل مغامرة ستبقى محفورة في الذاكرة لعشاق الفضاء والمغامرات. وبينما يعد الذكاء الاصطناعي بحلول مبتكرة تغير وجه العالم، فإنه يكشف لنا عن جانب مظلم وخطير يهدد الأرواح. جانب ظهر بالفعل في قصة حصلت في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما أقدم الفتى سيويل ستزر الذي لم يتجاوز 14 من عمره على الانتحار، والسبب يعود لدردشة مع روبوت ذكي على برنامج كاركتر AI الذي يتفاعل فيه مع شخصية دينيريس الجميلة من مسلسل صراع العروش الشهير. مأساة مروعة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تهدد أرواح الشباب بسبب علاقات وهمية عبر الشاشات الذكية، الأمر الذي دفع والدة سيول بمقاضاة الشركة المصنعة لروبوت الدردشة كاركتر AI وجوجل، مدعية أن ابنها أصبح مدمنا على المنصة بعد تلقي رسائل تفاعلية من الشخصية الافتراضية تحرضه على الانتحار وتعزز الفكرة، حتى وصلت به إلى اللحظة الحاسمة حين أعرب الشاب للشخصية الوهمية عن رغبته بالانتحار، فحصل على الرد الصادم بالقول: من فضلك افعل ذلك يا ملكي الجميل. وبالفعل لم تمضي إلا ثوان حتى أطلق سيول النار على نفسه بمسدس والده. بعد الفاصل، أبل تحمل أطفال عبر خاصية جديدة وتقدم $1,000,000 لمن يخترق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن إلى جولة حول آخر أخبار التكنولوجيا والمنصات الرقمية. بعد أن أصبح من السهل جدا إنشاء صور أو لقطات مزيفة تطابق الحقيقة لأي شخص باستخدام الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بتقنية التزييف العميق، بات من الضروري ابتكار تقنيات جديدة للمساعدة على كشف الحقائق. في هذا الإطار أطلقت شركة OpenAI مشروع World الذي يهدف إلى استخدام المسح الضوئي لقصحية العين للتحقق من صحة الصور والفيديوهات، مما يتيح للمستخدمين التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف. هذه التقنية تقوم بإنشاء ملف بطاقة هوية عالمية، الأمر الذي يوفر حماية قوية ضد التزييف العميق الذي أصبح شائعا مع تزايد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأطلقت World على تقنيتها الجديدة اسم الوجه العميق، وهي تتيح مطابقة أي فيديو بقراءة المسح الضوئي لعين الشخص الحقيقية، وتعتزم الشركة تقديم كاميرا خاصة بها لاستخدامها في هذه العملية، وهو ما ينهي الحاجة إلى طلب التعاون من منصات التكنولوجيا الأخرى لإجراء عملية المطابقة. عملاقة التكنولوجيا أبل تتباهى بقدرات نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها أبل إنتليجنس، حيث أعلنت أنها ستقدم مكافآت تصل إلى $1,000,000 لأي شخص يتمكن من اختراق نظامها الذي سيتم تطبيقه على أجهزة آيفون 16 وبرو 15 وبرو ماكس 15 الأسبوع المقبل، ويتميز بتشفير البيانات من البداية إلى النهاية ويضمن حذف أي طلب للمستخدم فور انتهاء المهمة. ودعت أبل الباحثين الأمنيين وعشاق التقنية لاختبار ادعاءاتها بأنفسهم مع عرض مكافآت سخية حسب نوع الثغرات المكتشفة، تبدأ بمبلغ $50,000 لمن ينجح في اختراق النظام عن طريق كشف بيانات بشكل غير متوقع، وتصل إلى $100,000 لمن يتمكن من تنفيذ تعليمات برمجية غير موثقة أو طلبات لم يتم التحقق منها، وترتفع المكافأة إلى $150,000 لمن يصل إلى بيانات خارج حدود الثقة، ومبلغ $250,000 لمن يستطيع الوصول إلى بيانات طلب المستخدم أو معلومات حساسة أخرى خارج حدود
حدود الثقة. أما مكافأة $1,000,000 فتقدم لأي شخص يستطيع تشغيل التعليمات البرمجية على النظام دون اكتشافه والوصول إلى الأجزاء الحساسة. نبقى مع أبل وجديدها ضمن تحديث نظام iOS 18.2 إضافة ميزة مهمة تعزز الأمان الرقمي للأطفال دون المساس بآليات التشفير أو فتح أي ثغرات للحكومات. تعرف الميزة باسم Communication Safety أو سلامة الاتصالات. الميزة الجديدة تعمل على كشف المحتوى السيء ومن ثم تعتيمه بالاستعانة بتقنيات التعليم الآلي المتواجدة في أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS الجديد، مع عرض تحذيرات للمستخدمين قبل المتابعة، إلى جانب توفير خيارات للمساعدة تشمل مغادرة المحادثة أو المجموعة وحجب الشخص المرسل. كما تشمل الميزة خيار الإبلاغ عن الصور ومقاطع الفيديو لشركة أبل، كل هذا للمستخدمين فوق 13 عاماً. أما ما دون ذلك فلن يتمكنوا من إكمال مشاهدة المحتوى دون إدخال رمز مرور وقت الشاشة مع إمكانية مراسلة أحد الوالدين. وبدأت أبل اختبار تلك الميزة في أستراليا، وهي تخطط لإتاحتها عالمياً في وقت لاحق. مساعد ميتا الذكي ميتا AI يجيب على استفسارات الأخبار مستعينا بوكالة رويترز. ففي أول صفقة إخبارية لها، وقعت شركة ميتا اتفاقية متعددة السنوات مع الوكالة الإخبارية العريقة لاستخدام محتواها الإخباري في مساعدها الذكي ميتا AI بهدف تقديم إجابات وقتية لاستفسارات المستخدمين حول الأخبار والأحداث الجارية حول العالم. وتعتبر هذه الخطوة تحولا جذريا في تفكير عملاقة التكنولوجيا التي كانت قد تراجعت عن تقديم محتوى إخباري على منصاتها الرئيسية كفيسبوك وإنستغرام وسط التدقيق التنظيمي. كما يعتبر تحديا جديدا كون أن أغلب خصائص الذكاء الاصطناعي تركز بنحو رئيسي على التفاعل مع شخصيات افتراضية مشهورة بدلا من التركيز على الأحداث الجارية. الميزة الجديدة ستتوفر للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، حيث سيتمكنون من مشاهدة روابط لمحتوى رويترز في تطبيقات ميتا المختلفة، ما عدا منصة ثريدز التي لا تزال ميتا تتخذ موقفا متحفظا تجاه نشر الأخبار عبرها. وإلى جديد إنستغرام، ميزات تفاعلية مميزة للاحتفال بالمناسبات الخاصة. ففي مفاجأة لمستخدميه، أطلقت المنصة ميزات خاصة تحمل طابع الاحتفال بعيد الهالوين المميز، وذلك عند استخدام كلمات مثل هالوين وتريك أور تريت، حيث تظهر رسومات متحركة لخفافيش تطير على الشاشة. ليس هذا فقط، بل يمكن لرواد المنصة أيضا إضافة تصاميم الهالوين لمحادثاتهم باستخدام ثيمات الدردشة الجديدة، مع إمكانية تخصيص الخلفية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا. هذا وأتاحت إنستغرام إنشاء 5 قوالب جديدة في قسم Add Yours لتشجيع المتابعين على مشاركة صور مستوحاة من الحدث والإجابة عن أسئلتهم. الأكيد أن هذه الميزات ستعمل على تعزيز التفاعل بين المستخدمين وإضفاء المزيد من طابع الإثارة والتشويق على تجربتهم. مبادرة جديدة تخالف التوقعات، تسعى من خلالها منصة تيك توك لتوسيع آفاقها لتكون حاضرة في المجالات التعليمية. يأتي ذلك عبر إتاحة المحتوى التعليمي STEM ليشمل جميع المستخدمين الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا، بعد أن كان متاح فقط للمستخدمين دون 18 عاما ليقدم تجربة تعليمية فريدة. محتوى STEM يهدف إلى إلهام الأفراد لمتابعة محتوى شيق يجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تفاعلية وممتعة، واستطاع أن يحقق مشاهدات بالملايين من زيارة ثلث المراهقين لهذا المحتوى أسبوعيا. ومع خطط تيك توك لتوسيع نطاقها التعليمي ليشمل جميع أنحاء العالم، سيتاح المزيد أو لمزيد من المستخدمين فرصة التفاعل مع المحتوى العلمي بطرق جديدة ومبتكرة. وتأتي هذه الخطوة كدليل واضح على التزام تيك توك بإتاحة مساحة للتعلم المشترك والإلهام والإثراء التعليمي، ولتسوق نفسها كمنصة للتعلم ليس فقط للترفيه. بعد الفاصل، منصات التواصل تحتفي بفوز الفريق الكتالوني ضد النادي الملكي برباعية تاريخية، انتظرونا.
أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات المتداولة. الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة، أسماء وهاشتاجات عدة تصدرت المنصات الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد المباراة الملحمية التي فاز فيها فريق برشلونة بأربعة أهداف نظيفة ضد النادي الملكي ضمن الجولة 11 في الدوري الإسباني. الفوز الأول لبرشلونة على ريال مدريد منذ مطلع 2023 لاقى تفاعلاً واسعاً من عشاق الفريق الكتالوني حول العالم، مشيدين بأداء الفريق المتميز بفضل نجومه أمثال رافينا الملفت بسرعته وقدرة ليفاندوفسكي المذهلة في تسجيل الأهداف، إلى جانب لامين يامال النجم الأصغر في تاريخ الكلاسيكو الذي لم يسلم من الإهانة حيث تعرض إلى إساءات عنصرية بعد انتشار مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت النادي الملكي لفتح تحقيق لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات. لكن كل هذا التشجيع الذي حصل عليه أبطال برشلونة قابله للأسف موجة انتقادات لاذعة للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بعدما وقع ضحية مصيدة التسللات الكثيرة، مما جعل منه مادة دسمة للسخرية حيث ارتكب خطأ التسلل 8 مرات وهو الأعلى في مسيرته التي انطلقت في عام 2016. ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالحملات الشعبية والمناشدات في مصر من أجل رأس نفرتيتي، حيث أطلقت عريضة عبر موقع change.org من قبل علماء الآثار المصريين لحشد الدعم للمطالبة باستعادة تمثال رأس الملكة الفرعونية من متحف برلين في ألمانيا إلى مصر بعد أن تحفظت عليه السلطات الألمانية منذ عام 1912، مشددين في بيانهم أن القطعة خرجت بطريقة غير شرعية وأنها قطعة مهمة لمصر ولا بد من استرجاعها. وكان التمثال النصفي الشهير للملكة نفرتيتي المصنوع من الحجر الجيري موجود في ألمانيا منذ أكثر من قرن، حيث عثرت عليه بعثة أثرية ألمانية في تل العمارنة بمحافظة المنيا على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب القاهرة، وشحنته إلى برلين في العام التالي. لحظات مؤثرة عاشها الجمهور في لقاء جمع النجمتين أديل وسيلين ديون. بالدموع والأحضان استقبلت المغنية البريطانية ضيفتها في حفلها في لاس فيغاس في مشهد تفاعل معه الكثيرون عندما ظهرت أديل وهي في حالة من الصدمة متفاجئة بحضور النجمة العالمية سيلين ديون لحفلها، حيث نزلت أديل من على المسرح ومشت باتجاه سيلين واحتضنتها بلطف وبكت من شدة التأثر بوجودها. لقاء أشعل فرحة وحماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بلقاء القمة. والملفت أن المكان الذي شهد هذه اللحظات المؤثرة بين أديل وديون هو ذاته الذي تم إنشاؤه للنجمة الكندية منذ أكثر من عقدين من الزمن عندما أطلقت لأول مرة سلسلة حفلات في لاس فيغاس. بعد سنوات من إثارة الجدل تعود الموزة المثبتة على الحائط إلى الأضواء من جديد، فمن المتوقع أن تباع بقيمة 1.5 مليون دولار في مزاد علني في نوفمبر المقبل. هذه الموزة الشهيرة والأغلى في العالم بدأت قصتها عام 2019 عندما تسببت في ضجة كبيرة في ظهورها الأول بمعرض أرت بازل في ميامي. لم يكن يعلم المصمم والفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان حينها أن هذه اللوحة ستصبح رمزا للنقاشات حول مفهوم الفن في العالم، فالبعض وصفها بأنها مثال على العبقرية الفنية، بينما اعتبرها آخرون بأنها مسحة غير جدية. وخلال أيام قليلة أصبحت الموزة الحقيقية المثبتة بالشريط اللاصق حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى ألهمت نسخا ساخرة وميمات عديدة لدرجة أن أحد الزوار قام بأكلها في حدث غير تقليدي. ومع بدء جولة العمل الفنية العالمية للموزة الشهيرة تظل محط أنظار العالم، فهل ستنجح في كسر الأرقام القياسية مرة أخرى أم ستبقى مجرد فاكهة على حائط في مزاد؟ والختام مع بيكاسو الصغير الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي بمواهبه الفنية الفريدة.
الريشة والألوان واللوحات القماشية هي الألعاب المفضلة لدى الطفل الألماني لورانش فارتس البالغ من العمر 3 سنوات فقط. عبقريته في رسم الأشكال وتنسيق الألوان كشفت عن حس فني مميز جعله يقارن بأشهر رسامي العصر الحديث. فبعد أن اكتشف والده شغفه بالرسم خلال إجازة عائلية، قرر إنشاء حساب له على منصة إنستغرام ليبلغ عدد متابعيه اليوم نحو 100,000 شخص في غضون أسابيع قليلة. ومنذ ذلك الحين استقطبت موهبته وسائل الإعلام وكبار الرسامين، حتى أن العديد من المشاهير وبعض أفراد العائلات الملكية أبدوا اهتمامهم بأعماله، حتى وصل الأمر أن انقلب له طفل صغير إلى مشروع ربحي جاد، حيث يتجاوز سعر لوحاته الآن 1,000 دولارات في المزادات الفنية. من دبي حيث يبدأ العالم، هذه كانت جولتنا على أهم ما جاء في المنصات الرقمية. انتظرونا غدا، إلى اللقاء.